القادم للكرة الكويتية. سريعة سريعة حطها. الله 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 يا فيصل عجب. الله 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 يا فيصل عجب. جول ثاني للكويت على السعودية. جول ثاني للبديل فيصل عجب. ومثل ما سجل حسين الموسوي من ركلة جزاء. شوف شوف شلون خطفها. خطفها الخطاف. خطفها الغناص. فيصل عجب جول ثاني لمنتخب الكويت. الهدف الثاني لمنتخب الكويت. حلو جميل ورائع من فيصل عجب. من فيصل عجب. الدقيقة 22. في الدقيقة 22 الكويت 2 السعودية 1. الكويت 2 السعودية 1. حلوة. وهذا العلم الكويتي الكبير والجمهور الكبير اللي يعشق الكرة الكويتية واللاعب الكويتي دائما مميز ومحبوب في الخليج والوطن العربي الكبير.